سمحوا لي ما غتسمعوش المقادير في الاول، ولكن غادي تلقاوهم تحت الفيديو مكتوبين. نحس فيه ترمل ليا والزبده تلبسات دقيق ومزجو مزيان، وغادي نخلطو بالحليب حتى تجمع لينا العناصر كامله. العجينة ما تكون شوية قرطة راسها، ما تكونش جارية بزاف. هاهي دابا ملي مزجتها مزيان كترجع على هاد الشكل، صبتها على جوج البيبلات. غادي نضيف هادي هنايا وهادي غادي نفردها مزيان. هاهي دابا ملي فردتها مزيان قطعتها على هاد الشكل مربعات، قطعتها بهاد المرشم هذا. دابا غادي نبدا نشكل فيها شكل دايره بهاد الشكل، غادي شكلتهم على هذا الشكل بليغه. كملت، دابا غنبدا في عمليه القلي. دابا ديت عمليه ديال القلي، غادي نخليهم حتى ياخذوا هذاك اللون الذهبي ونعملهم في العسل. هنايا دابا ضفتهم في العسل ونخليهم حتى يشربوا العسيله مزيان، وعاد نضيفهم في مصفاه الزفار ونزينهم باللوز. ها هي دابا كتجي لهذا الشكل. دابا غادي نزينها باللوز مسلوق ومقلي من الجنيبات. ها هي دابا ضفت ليها اللوز على هذا الشكل كيجيو من الجنيبات، وغادي عاوتاني نوريكم شكيله على الشكل الثاني. ضفت عليه اللوز على هذا الشكل من فوق كيجي على الشكل تاعو كيجي زوين. هذا هو الشكل النهائي كيجي على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال البليغه. انا كنديرها كتجي صغيره، ما كنبغيش نكبرها. لا تنسوا الاشتراك في القناه ديالي وشكرا.